الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف الدرس مع جوازم الفعل المضارع. يقول الشيخ رحمه الله: الجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما، وإذما وأي ومتى وأيانا وأن وأين وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. الجوازم من خصائص الفعل المضارع. إذن الفعل المضارع الأصل فيه مرفوع ينصب ويجزم، إذا دخل عليه حرف نصب نصبناه، وإذا دخل عليه حرف جزم جزمناه. الجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا وهي 6 الأول، وقسم يجزم فعلين، الأول جواب الشرط فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. الشيخ قال الجوازم 18، لو عدها الواحد كم يصبح العدد؟ 19، 6 والمفروض 12 يصبح 18، لكن قال وإذا في الشعر خاصة فصار العدد 19. نعم، القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا وهي 6: لم ولما وألم وألم. ألم وألم هي نفسها لم ولما، وإنما زدنا عليها همزة الاستفهام، لكن الشيخ بما أنه ألف الكتاب للمبتدئين فحتى يوفر عليهم الوقت جعل ألم حرفا مستقلا، جعله حرفا مستقلا. يقول الله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا، قل لم تؤمنوا. إذن لم يسمى ماذا؟ حرف جزم. لكن النحاة يقولون حرف نفي وقلب وجزم. حرف ماذا؟ نفي. لم أفعل، إذن نفيت ماذا؟ الفعل. وقلب هو مضارع جعلته للماضي، وجزم. إذن لم حرف نفي وقلب وجزم. إذن لما نأتي عند قول لم يكن الذين كفروا، لم حرف جزم، يكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك لالتقاء الساكنين، هي أصلها لم يكن، لكن لما عندنا في العربية لما يلتقي ساكنان نكسر الأول منهما، لذلك ننطقها هكذا: لم يكن الذين كفروا. لم، ولكن قل لم تؤمنوا، لم حرف جزم، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. نعم، هذا الحرف الأول، حرف نفي وجزم وقلب. نفي واضح، وقلب المضارع يكون للماضي، والجزم واضح. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، يولد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. نعم، لما حرف نفي وجزم وقلب، واضح؟ إنزين، يقول الله سبحانه وتعالى: بل لما يذوقوا عذاب. لما يذوقوا، يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: بل لما يذوقوا عذاب، بل لما ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذن لما حرف جزم ماذا؟ جزم فعل واحد. لم جزم فعل واحد. عندنا أيضا ألم وألم. ألم نشرح لك صدرك، وألم جاءت في كلام العرب: ألم أحسن إليك، ألم أعفو عنك، هذه جاءت كثيرا، لكنها من حيث الحكم
لم ولم وألم وألم حكمهم واحد. عندنا لام الأمر، عندنا لام الأمر، ما هي لام الأمر؟ هي تدل على الطلب لكنها تختص بمن؟ بالفعل المضارع. لاحظ، يقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، لما قال أهل النار لمالك: ليقضي علينا ربك. إذن ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ليقضي علينا ربك. يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يقضي، لم يقولون ليقضي علينا ربك. نعم، عندنا لا، لاحظ لام الأمر، هذه لا الناهية، لا الناهية، لما يقول الله سبحانه وتعالى في حق بعض المؤمنين: لا تخف، كما قالها نبينا في غار حراء إذ يقول لصاحبه: لا تخف. واضح؟ نعم. عندنا أيضا: ربنا لا تزغ قلوبنا، هذه تسمى لا الناهية. طبعا لام الأمر والدعاء لا في النهي والدعاء. لماذا اختار الشيخ هاتين العبارتين؟ لأن هناك تعريفا لفعل الأمر، فعل الأمر من الأعلى إلى الأدنى يسمى ماذا؟ فعل أمر، سمى طلب، سمى أمر. أنا الأب إذا أمرت ابني يسمى ماذا؟ أمر. الحاكم إذا أمر رعيته يسمى أمر. الرسول إذا أمر أتباعه يسمى، إذا نعكسها، الأب الابن لما يقول لأبيه اشتر لي يسمى دعاء، من الأدنى إلى الأعلى يسمى ماذا؟ دعاء. الرعية لما تطلب من الحاكم تسمى ماذا؟ دعاء. واضح؟ إذن من الأعلى إلى الأدنى يسمى ماذا؟ أمر، من الأدنى إلى الأعلى دعاء. إنزين، إذا تساوت الرتب يسمونه التماس. إذا أنا قلت لك أعطني قلمك يسمى ماذا؟ ألتمس منك، لأن لا سلطة لي، يسمونه ماذا؟ التماس. لذلك الشيخ اختار عبارة ماذا؟ لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، حتى يجمع بين الأمرين، من الأعلى إلى الأدنى نهي أو أمر، من الأدنى إلى الأعلى دعاء. إذن هذه العبارة. إذن ما هي الحروف التي تجزم فعلا واحدا؟ لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. الآن عندنا القسم الثاني، وهو ما يجزم فعلين. لاحظ عندنا كلمة إن، كلمة إن بكسر الهمزة وسكون النون، يقول الله سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. نرجع إلى أول القاعدة، ما هو تعريف الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إنزين، لو وقفنا عند كلمة إن يشأ هل استفدت شيء؟ لكن لما يقول يذهبكم تم المعنى. إذن إن حرف جزم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. إن يشأ فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، يذهب كم فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله، تتقوا فعل الشرط، يجعل جواب الشرط. هذا الأداة الأولى. الأداة الثانية كلمة من بفتح الميم وسكون النون،
يقول: من يكرم جاره يحمد. من يكرم جاره يحمد. يكرم فعل الشرط ويحمد جواب الشرط. فمن يعمل خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعمل يره. انزين، عندنا هذه الإعرابات كيف تعربها؟ من فمن يعمل، يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. يره فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها يرى، حذفت الألف. نعم. ما يقول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. إذا ما حرف جزم يجزم فعلين. ما تنفقوا، تنفقوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون، وهو فعل الشرط. جوابه: يوفى فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهو جواب الشرط. الثالث، أداة ثالثة، أي. يقول: أي يوم تصم تنل ثوابا عليه. أي يوم تصم، الجواب تنل. أي يوم تصم تنل. أيضا متى، يقول الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. متى أضع تعرفوني. إذن العملية فعل الشرط جواب الشرط. أيانا، أيانا تلقني أكرمك. أيانا تلقني أكرمك. أيانا ما تعدل به الريح تنزلي. هذا كذا يقول الشاعر. عندك أين، جاء في كتاب الله: أينما تكونوا يدرككم الموت. أين هي أداة الجزم. تكون فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه حذف النون، وهو فعل الشرط. يدرككم، طبعا درستم التجويد، إذا هناك حرفان متماثلين أو متقاربين، إذا الأول ساكن والثاني متحرك نفعل ماذا؟ دمج، يسمونه إدغام. لذلك صعب تنطق الحرفين. أينما تكونوا يدرككم الموت، لكن أنا سكنتها حتى تعرفوا المواطن، فقلت أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم. إذن يدرككم جواب الشرط. لازم جزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني لازم فعل الشرط وجواب الشرط. حيثما تخلص نيتك تقبل أعمالك، أو تقبل أعمالك. كيفما، طبعا كيفما قال بها الكوفيون، لكن البصريون اعترضوا عليهم، قالوا: لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في شعر العرب ما يدل أنها حرف جزم. الكوفيون قالوها وما دللوا عليها، لذلك أسقطها بعض العلماء. نعم. عندنا آخر شيء، إذن في الشعر خاصة. لماذا قال الشيخ في الشعر خاصة؟ يعني لم تأتي في النثر، لم تأتي في النثر. العرب الذي وصلنا كما قلنا إما كتاب وسنة وشعر جاهلي ورسائل وخطب. في القرآن والسنة لم تأتي إذن أداة جزم تجزم فعلي، جاءت فقط في الشعر. يقول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. ومنها قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعي. وإذا المنية، وإذا
المنية أنشبت. نعم، هذه تسمى الحروف، تسمى أدوات تجزم فعلين. الفعل الأول أنشبت أظفارها الفيتة، وإذا تصبك خصاصة فتجمع، هي في بيت في القصيدة هذه نسيتها. وإذا تصبك خصاصة، لا، وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيتة كل تميمة لا تنفع، هو فيها بيت بس الظاهر أني نسيت. لا لا، هذا المطلع جزء من القصيدة لكن نسيت الموطن الشاهد فيها، بس هي من هذه القصيدة لأبي ذؤيب. أبو ذؤيب هو جاهلي أسلم ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في زمن عثمان. قصيدة هذه مشهورة: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمفتع من يجزع، قالت أمامة ما لرأسك بعدما بدا به شيب يصلع، قال عاد أودى بنية. ثم قال عاد قصيدة المشهورة: من مراثي العرب الجميلة، وهي مفضلية، ذكر المفضل يقول: سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتصرموا ولكل جنب مصرع. قصيدة المشهورة، بس هي فيها بيت نسيت أنا، غاب عني. نعم، عندنا آخر حرف وهو إذ ما. إذ ما هي كلمة واحدة تقول إذ ما تتعلم تتقدم، إذ ما تتعلم تتقدم. بذلك نكون انتهينا إلى آخر حرف وهو حرف مهما. مهما آخر حرف. طبعا العلماء عندما يأتون إلى الحروف التي تجزم، أو مو حروف، الأدوات التي تجزم فعلين، يقسمونها إلى أربع أقسام. قسم الأول حرف باتفاق، وهي كلمة إن، وسبعة أسماء باتفاق، وهي التي ذكرها الشيخ بقوله: من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، هذه كلها أسماء باتفاق. وقع الخلاف في بعض الكلمات هل هي أسماء أو حروف. إذ ما الصواب أنها حرف، مهما الصواب أنها اسم. يقول البيت المشهور من معلقة امرؤ القيس، امرؤ القيس من أشهر شعراء العرب، وقصيدته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحومل، فتوضح في المقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمأل. ثم مشى في قصيدته إلى أن قال يقول: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل، فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل. ثم قال: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل، وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. ثم عاد جاء ببيت الشعر: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعل، مهما تأمري تفعل. ومنها قصيدة زهير اللي يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن تعلم. إذن هذا البيتين. فإذن هي مهما اسم، وهي من أدوات الجزم التي تجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. لما نأتي عند بعض التطبيقات يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك. ألم ترى، ترى تقول فعل مضارع مجزوم بألم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولتكن منكم أمة، تكن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون. أينما تكونوا يدرككم الموت، تكونوا فعل الشر
يدرككم جواب الشر. ولا تهنوا ولا تحزنوا، تهنوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، تحزنوا مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. من يعمل سوءا يجزى به، من أداة الجزم تجزم فعلين، يعمل فعل الشرط يجزى جواب الشرط. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. واضح الأمثلة ولا تحتاج شرح؟ نعم. عندنا الإعرابات، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يفعل فعل الشرط، يلقى جواب أم شرط. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، ولما يعلم الله، إن يكثر كلامك يسأم سامعوك. إن شاء الله ما لست منهم إن شاء الله. من يكثر كلامه، إن يكثر كلامك يسأم سامعوك، يكثر